متابعات ومتابعي قناتي الأوفياء، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بألف خير، تكونوا دوزتوا العيد في ظروف جيدة. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة، بما أننا في الفترة ديال عيد الأضحى، جبت لكم واحد الوصفة ديال كيفاش نطيبوا الراس، ولكن بطريقة لذيذة. كناخدوا الراس وكنقطعوا قطع صغيرة، ثم كان نحاول نتبلوه بتوابل قليلة، البزار والقزبر مطحون والملحة، وكان ناخده كذلك معه الثوم بالغشة ديالو ما القشروش، وكذلك واحد البصلة ولا جوج ديال البصلة على حساب. انا درت غير نص ديال الراس، داكشي علاش خديت بصلة. ثم كنحطوه في الكسكاس ديال الكوكوط باش يتبخر، وغادي يتبخر وغيجي لذيذ بهذوك التوابل. وكنزينو بهذيك الثومه اللي بالقشور وبالبصله، وبشويه درت معاها انايا شويه ديال الرجله. شوفوا كي جا عرفتي، هاري وغزال، زوين ولذيذ. اللذه اللي فيه ماشي بحال الا كان نديروه بدون توابل، ما كتجيش فيه هذيك اللذه. اذا كنتمنى تكون هذه الوصفه السريعه والسهله تكون عجبتكم، واللي عجبته يشجعني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والبارتاج باش يوصلكم ان شاء الله الجديد ديالي، والى فيديو اخر ان شاء الله.